يتجدد اللقاء بكم في أشواط صباحي هذا اليوم على أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين في تواصل اليوم العاشر على التوالي في مهرجان المرموم الختامي السنوي الذي تنطلق فيه هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة. انطلق الشوط الخامس في أشواط صباحي هذا اليوم، الشوط الخامس خاص بالأبكار المحليات الثنايا بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذه المؤسسات العملاقة في عالم الأصالة والتنافس والناموس. نسير مباشرة إلى المراكز الأولى، نتقدم إلى المركز الأول ونلحق بركب المقدمة لنتعرف على من قادة الشوط. الشاهينية من هجن العاصفة تصدرت المجموعة وسارت بالمقدمة من هجن العاصفة يقودها بالتضمير اللي هو غياث الهلالي، بينما المركز الثاني تأتي في جود تأتي في المركز الثاني تعود ملكيتها مشاهدينا متابعين الكرام لسمو الشيخ سعيد بن راشد بن حميد النعيمي عبد الله بن محمد الكثيري اللي يتولى عملية تضميرها، بينما المركز الثالث تتقدم في ثالث المراكز مرموقة من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على ثالث المراكز. أما المركز الرابع والخامس الشاهينية أيضا يحملن شعار هجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي في عملية تضميرهن وتدريبهن، بينما المركز السادس سادس المراكز هذه حشيمة تعود ملكيتها من هجن الرياسة يضمرها راشد بن محمد بالسم المنصوري، والمركز السابع سابع المراكز تواجدت اليماني تأتي في هذا الانطلاق وتعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي اللي يتولى عملية تضميرها، بينما المركز الثامن هناك من الجانب الآخر أيضا الشاهينية من هجن ند الشبه يقودها في التضمير سالم بن سعيد، بينما المركز التاسع تاسع المراكز هذه هملولة من هجن الرياسة وتضمير أحمد بن مطهر بن مايد الخيالي، والمركز العاشر وصلت في هذه اللحظة سرابة من هجن الرياسة والظافر علي بن يميل الوهيبي اللي يتولى عملية التضمير والتدريب. هذه النتيجة مشاهدين العزاء متابعين الكرام للعشر المراكز في إذاعتنا الأولى وندانا الأول في سن الثنايا في صباح هذا اليوم في شوطنا الخامس، وفي هذا الاندفاع والأثار والحماس الحاضر دائما في ميدان المرموم بهذا التلاقي الأخوي الذي يجمع محبي الأصالة محبي الناموس بهذه الشعارات العملاقة والجميلة الحاضرة في أرضية تحفة الميادين. نعود مرة ثانية بعد أن أكملنا النداء للعشرة المراكز الأولى لنتابع التغييرات والتبديلات على المراكز الأولى، ولكن لا زالت الشاهينية من البداية مسيطرة على مقدمة الشوط تحمل شعار هجن العاصفة هجن الشتاء والصيف. كذلك الحاضرة مشاهدينا متابعين الكرام في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق وغياث الهلالي يقودها في عملية التضمير، هجن الرياسة أيضا مع مرموقة بالمركز الثاني والمجازف محمد بن عتيج بن زيتون يقدم الشعار الأحمر وإنجازاته وإبداعه الجميل والرائع الشاهينية على ثالث المراكز. من هجن العاصفة أيضا تقدم أداء جميل وتنافس على شرف الفوز والناموس ويقودها غياث الهلالي في عملية التضمير، بينما المركز الرابع أيضا الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي، بينما المركز الخامس اليماني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم
لنيبي كذلك بو خليفة متقدم ومقدم هذه النوعية في تنافس هذا الشوط. المركز السادس، سادس المراكز حشيمة، حشيمة من هجن الرياسة، وياتي راشد بن محمد بالسم المنصوري المستحيل الذي يقدم كل ما هو جميل على أرضية هذا الميدان. المركز السابع الشاهينية من هجن ند الشبا ويقودها سالم بسعيد كذلك في تضميرها، والمركز الثامن الشاهينية من هجن العاصفة ويضمرها غياث الهلالي. هملولة تأتي في المركز التاسع من هجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يتولى عملية التضمير، والمركز العاشر هذه سرابة من هجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز العشرة الأولى في مسار هذا الشوط، وإذاعتنا الثانية مع مسار الثمانية كيلو مترات، مسافة الكبار ورقص الكبار، ويا مجمل الرقص مع الكبار، يا سلام يا سلام. وهذه الانطلاقة، هذه التحديات، غادرنا لوحة منتصف المسافة الأربعة كيلو مترات واتجهنا إلى حزام القابات وإلى الثلاثة كيلو مترات في مسار هذا اللقاء وهذا التحدي الجميل على أرضية المرموم. قالوا المرموم منشا للأصايل والذلل من كل ميدان يعان له، تلتجي فيه القبائل والسلايل والروية تغذي الميدان كله. الله، هذا المرموم وهذه انطلاقاته وتحدياته، تحفة الميادين في تنافس صباحي هذا اليوم وتحديات هذا المهرجان من بدايته حتى بدأ العد التنازلي كذلك لختام المرموم في هذا الانطلاق وفي هذا اللقاء الجميل الذي جمع أبناء الخليج أبناء العرب في انطلاقاته إلى صالة هنا في أرضية هذا الميدان في دانة الدنيا دبي. نسير مع المراكز الأولى، نعود إلى المركز الأول وهذه الشاهينية مسيطرة على المقدمة، تقود هذا السرب، تقود المشاركات وتتقدم، تتحمل مسؤولية هذا الشوط على عاتقها وتقود مساري هذا الشوط. وهذا حزام القابات على اليمين الذي يشكل هذا المنظر الجميل هنا على أرضية هذا الميدان مع الثلاثة كيلو مترات الشاهينية من هجن العاصفة يقودها في التضمير غياث الهلالي. غياث الهلالي يا غياث، يا سلام، أشكرك على هذا الأداء وهذا التجاوب الجميل وهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة مع هجن العاصفة. بينما المركز الثاني مرموقه 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 من هجن الرياسة ياتي المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري بو سعيد كذلك من يقدم هذا الأداء وهذا الانطلاق مع هجن الرياسة. المركز الثالث، ثالث المراكز أيضا الشاهينية من هجن العاصفة، يا سلام يا سلام، ويقودها غياث الهلالي ووصلت اليماني. اليماني وصلت لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم لينيبي كذلك يتطلع ابو احمد، يتطلع الى الفوز والناموس الى انطلاقه هذا الشوط بامال كبيره. يا سلام يا سلام. المركز الخامس، وصلت في خامس المراكز هذه سرابه، هذه سرابه من هجن الرياسه علي بن يميل الوهيبي الظافر. الظافر يقدم كذلك هذه الانطلاقات، بدت الامور، بدت التحركات بعد بوابه العبور، بعد لوحة الاثنين كيلو متر بدأت الحركة وبدأت السرعة وبدأ الانطلاق من الجميع. ولكن شوف الانفراد، شوف الانفراد من الشاهينية، ما شاء الله الشاهينية، يا سلام، انفردت، انفردت بالمركز الأول، باعدت بينها وبين المشاركات، انطلقت واتجهت اتجاه صحيح وجميل كالعادة دائما لهجن العاصفة، لهذا الشعار، شعار العاصفة وهجنها. يا سلام على المركز الأول، على الانطلاق الأول، انفراد وتحدي جميل. هذه هجن العاصفة تتقدم بالمركز الأول، تقود مساري هذا الشوط، تتصدر المجموعة، يقودها في التضمير غياث الهلالي مع لوحة 1200
وين غادرناها؟ غادرنا ل 1200 لوحة الإعلان والأوامر والتحرك والسرعة، حتى ما شاء الله الهجن يعرف أن هذه اللوحة ينطلق بسرعة وبتحدي. يا سلام، المركز الثاني بدأت اليماني، بدأت اليماني عينها على المركز الأول. الله يا أبو أحمد، الله سعيد بن سالم لينيبي أبو خليفة كذلك. هناك مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع أعلنت راية التحدي، انطلقت على المركز الثاني والمركز الثالث سراب هجن الرياس وعلي بن يميل الوهيبي. يا سلام يا سلام، ولكن الشاهينية ترقص، الشاهينية ترقص، تبدل على اليسار وعلى اليمين وتنطلق بالمركز الأول لتضيف النقطة الثالثة لهجن العاصفة في صباح هذا اليوم. الله يا العاصفة على هذا الإبداع. المركز الثاني، شوف ثاني المراكز ما شاء الله، اليماني 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 لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن سالم مع سعيد بن سالم الينيبي. يا سلام يا أبو أحمد، يا سلام مع المركز الثاني، ولكن خلاص المركز الأول لا زالت الشاهينية، لا زالت الشاهينية. المركز الثاني الشاهينية، ولكن شوف التحرك من اليماني، اليماني الأمتار الأخيرة، الشاهينية اليماني قادمة، اليماني قادمة، ولكن الشاهينية، الشاهينية اليماني، الشاهينية المرموق. الله يا سلام، الشاهينية تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز بالمركز الأول. اليماني في المركز الثاني لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الثالث سراب من هجن الرياسة. أما المركز الرابع أيضا من هجن الرياسة، والمركز الخامس اللي وصلت فيه مشاهدي العزاء مرموقة من هجن الرياسة. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان التحدي والأثارة. التوقيت الأفضل على أرضية هذا الميدان في هذا الصباح 12 دقيقة 14 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. هذه الشاهينية من هجن العاصفة تتقدم وتفوز في هذا الشوط. تهانينا كذلك لغيات الهلالي على الفوز بالمركز الأول، بينما اليماني قدمت كذلك أداء جميل في هذا المسار وهذا الانطلاق. 12 دقيقة و14 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، شكرا سعيد بن سالم الينيبي على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق، بينما المركز الثالث 12 دقيقة 19 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة وشكرنا الظافر علي بن يميل الوهيبي. هكذا كانت نتيجة هذا الشوط. تهانينا والناموس للجميع.